مشاهدي الفضائية أينما كنتم، أهلا بكم مجددا في موجز الرابعة عصرا. ترأس مساء أمس وزير المالية والميزانية طاهر حامد نجلة باعتباره رئيس اللجنة الفرعية للطلبات بوزارة المالية، ترأس مناسبة تسليم أجهزة ومعدات طبية مستوردة من الهند إلى الصيدلية المركزية للمشتريات التابعة لوزارة الصحة العامة. وهذه الأدوية جاءت بناء على طلب اللجنة الخاصة بإدارة الأزمة الصحية لكوفيد 19، بحضور كان تسليم الأدوية بحضور وزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال. محمد حسن آدم والمزيد. من أجل الاستخدام الأمثل للأجهزة والمعدات الطبية التي بادرت باستيرادها اللجنة الفرعية للمالية والطلبات من دولة الهند بهدف تعزيز الخدمات الصحية والعناية بالأشخاص المصابين بفيروس كورونا، جاءت مناسبة تسليم هذه المعدات إلى الصيدلية المركزية للمشتريات، وذلك بحضور رئيس اللجنة طاهر حامد جلين ووزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال. وقد أشار منسق الاستجابة الصحية البروفيسور شواء شيمي بأن هذه الأجهزة الحديثة ستسهم في مكافحة فيروس كورونا وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لا سيما في المناطق المتضررة من وباء كوفيد 19. كما أكد المدير العام للصيدلية المركزية للمشتريات الدكتور حسن دودي بتوزيع هذه الأجهزة حسب خارطة الطريق التي وضعت المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية. هنا هنا جانا سير لوجستيك ندمو في مغازن حقنا ونرجو اورينتاسيون انا كورديناتور ناشونال هو بكان ورا لنا ودو دا نودو وعندنا كاباسيتي نتيليزي اللوجيسيال عندنا نتيليزي انيتي بار انيتي بور كاي دوار ما ويقدر يمشي بكان الهو ورا لنا نودو ان شاء الله نودو نخطينا. للتذكير فإن هذه المعدات تتمثل في أجهزة المسح الضوئي ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية وأقنئة ولوازم العمل الطبي. دائما في مكافحة كوفيد 19، حيث قدم أعضاء التجمع المهنيين والاجتماعيين للحركة الوطنية للإنقاذ اليوم بقيادة الأمين الوطني للتجمع شكو كسو، قدموا معدات وأدوات نظافة وغسيل إلى وعدد من الكمامات إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وثانوية الملك فيصل. محمد حسن آدم مرة ثانية. تنفيذا للخطة التي وضعتها الحركة الوطنية للإنقاذ بهدف المشاركة والوقوف بجانب لجنة إدارة الأزمة الصحية في جهودها الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا، حيث قدم وفد تجمع المهنيين والاجتماعيين بالحركة الوطنية للإنقاذ برئاسة الأمين الوطني للتجمع شوكو كوسو، قدموا معدات الغسيل وأدوات قياس درجة الحرارة بالإضافة إلى السوائل المعقمة والكمامات ووسائل الحماية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. أشكر أولا رئيس المؤسس للحركة الوطنية الرئيس إدريس حلي إسلام وجميع أخواننا وأخواتنا في الحركة الوطنية وخصوصا أخواننا التجمع المحليين الذين وصلوا اليوم في هذا المسجد الكبير مسجد فيصل وأعطونا هدية كبيرة جدا. نفس المعدات والأدوات قدمت لثانوية الملك فيصل بغية السماح للأساتذة والتلاميذ ارتداء الكمامات وغسل الأيدي قبل الدخول إلى الفصول الدراسية. أتوا إلينا بهذه الأشياء الثمينة ونحن نشكر الحركة الوطنية للإنقاذ ونشكر الوفد الذي أتى إلينا بهذه البادرة. نهني رئيس الجمهورية المارشال إدريس ديبي إتنو بهذا اللقب. للتذكير فإن هذه الحملة الخاصة بتقديم المعدات ستستمر لتشمل العديد من دور الإبادة والمؤسسات التعليمية بالعاصمة أنجمينا. منذ ظهور وباء كورونا في شهر مارس المنصرم
فإن الحكومة التشادية اتخذت عدة إجراءات وقائية وصارمة لمنع انتشار هذا الوباء وسط المجتمع، وقد كللت هذه الجهود المبذولة بنجاحات في شتى ولايات البلاد. وحول هذه الجهود أعد الزميل محمد طاهر صالح الورقة التالية. تعد الجهود المحلية والدولية لمحاربة كوفيد-19 منذ ظهور الوباء في مطلع مارس الماضي تعد جهودا واضحة، وقد مرت تشاد بمراحل تدريجية لمكافحة هذا الوباء العالمي. وعلى الصعيد المحلي فإن الحكومة التشادية وضعت كل التدابير اللازمة لمنع انتشار هذا المرض في شتى ولايات البلاد، إذ أن الحكومة أنشأت لجانا فرعية وفرقا طبية وإدارية، واتخذت إجراءات احترازية هامة طالت جميع مناهي الحياة كالحجر الصحي وغلق المطارات والمدن والأسواق ودور العبادة والمدارس وغير ذلك من الإجراءات الهامة بهدف وضع حد لانتشار هذا الوباء. وبعد مرور فترة من الزمن أصبح الوباء في مراحله الأخيرة، وقبل القضاء عليه نهائيا أصبح هناك تلاش في بعض الإجراءات من قبل المواطنين. وبالرغم من أن المرض في مراحله الأخيرة يجب على الجميع عدم التهاون وأخذ الإجراءات بمحمل الجد، لأن الحكومة منذ الوهلة الأولى إضافة إلى الإجراءات المصاحبة وفرت معدات طبية ومستشفيات خاصة ومدها بأحدث العلاجات الطبية، وذلك بوصول طائرات تحمل المعدات والأدوية الوقائية، ناهيك عن توفير الكمامات وتوزيعها في كثير من المناطق بهدف الوقاية. كما نلاحظ هناك الأحزاب السياسية والمنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام وشرائح المجتمع المدني قاموا بتوعية ومحاربة هذا الوباء بشتى الطرق لمساعدة الحكومة في مساعيها الرامية إلى دحر الوباء. وعليه فإن الجهود التي بذلتها الحكومة مع شركائها المحليين والدوليين يجب أن تتكلل بالنجاح لآخر رمق حتى تصبح تشاد خالية من كل الإصابات ودحر الوباء خارج البلاد. ولا ننسى تخفيض بعض الإجراءات الاحترازية والتي أدت إلى إعادة فتح الأسواق والمدارس والجامعات ودور العبادة، ودعت لجنة إدارة الأزمة الصحية عبر لجانها الفرعية السكان إلى احترام كل الإجراءات كي لا ينتشر الوباء، وأن المؤشرات الأخيرة المتعلقة به تبشر بخير حيث بدأ في التخلص. ولكن هذا لا يعني إهمال كل النصائح والإرشادات التوعوية، بل لا بد من ربط الأحزمة حتى نقضي على الفيروس تماما. بعيدا عن كوفيد-19 وعن القارة وعن تشاد، فإن مهاجم نادي ليل النيجيري فيكتور أوسيميان فاز بجائزة مارك فيفيان فوي بعد أن صوتت لجنة التحكيم المكونة من صحفيين متخصصين في كرة القدم الفرنسية والأفريقية ضمن قائمة 11 لاعب. ويذكر أنه منذ العام 2011 تحمل جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي اسم مارك فيفيان فوي، هو لاعب كاميروني وافته المنية فجأة خلال مباراة في ملعب جيرلان في ليون الفرنسية في العام 2003. مكاوي يسلط الضوء في هذا التقرير. جائزة مارك فيفيان فوي التي تمنحها فرانس فينكات وإذاعة فرنسا الدولية سنويا لأفضل لاعب إفريقي بالدوري الفرنسي لكرة القدم هذا العام كانت من نصيب المهاجم النيجيري ولاعب نادي ليل فيكتور أوسيمين ذو 21 عام. وتحصل فيكتور على 284 نقطة يتقدم بها على الجزائري إسلام سليماني مهاجم موناكو المتحصل على 95. وبات فيكتور أوسيمين بهذا الفوز خامس لاعب من نادي ليل يتوج بالجائزة بعد الأخيرة لفواري نيكولا بيبي في العام 2019. كما أنهى اللاعب النيجيري الموسم برصيد 13 هدفا وأربع تمريرات حاسمة في مجموع 27 مباراة، يضحى لاعبا محبوبا لدى الجماهير تترصده أعين كبرى الأندية الأوروبية. مهاجم منتخب النسور الخضراء الشاب نشأ بإحدى ضواحي مدينة لوغس المترمية الأطراف، وهو يحلم على خوض مسيرة كروية تقوده للاحتراف تحققت باكتشافه في دورة لاستقطاب المواهب نظمها الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أوصلته إلى صفوف منتخب النسور لمدون 17 ليسطع نوره في كأس الأمم الإفريقية للعام 2015 بتسجيله 4 أهداف ليتصدر ترتيب الهدافين، وشارك بعدها من المنتخب ذاته في كأس العالم واستقطب أنظار كبرى الأندية الأوروبية حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم.
الغريبة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة والانتباه، نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى، إلى اللقاء.